هنا محور المدفعية. محور المدفعية والذي كان يترأسه آنذاك اللواء أركان حرب محمد سعيد الماحي، بينما شغل منصب رئيس أركان السلاح اللواء أركان حرب يوسف صبري أبو طالب الذي صار فيما بعد وزيرا للدفاع، القرار الذي كان يتخذ للحرب في الجيشين الثاني والثالث يتخذ من هذا المقر. كيف يصل الخبر أو الإخبارية أو الإفادة عن أعمال القتال على الأرض، كيف تصل من الميدان المعركة إلى غرفة العمليات؟ الرجل المنفذ له قائد سرية، قائد موقع صواريخ، وده له قائد كتيبة الصواريخ أو قائد الكتيبة أو قائد كذا، ثم قائد اللواء، ثم انتهاء بأعلى مستوى قتالي. يعني الحاجات المعلومات دي بتبقى بارالل، متوازية، يعني بالتوازي، فبتوصل في ذات الوقت إلى مركز العملية هنا.